أنا دايماً لي حب حق الأشياء المنمنمة، كيكة صغيرة على لولي بوب 3D وتفاصيل. طبعاً توس really challenging لأن الإنجريدينز كانت مختلفة، وأجرب flavors وأجرب أشكال جديدة until الفكرة حبوها زملائي وقاموا يطلبون مني أسوي حق birthdays. فهني الموضوع قلب شوية بزنس، فI started putting pictures, documenting things. هني شوي شوي صارت محبوبة الفكرة وانتشرت. كنت موظفة فأطلع من الدوام هالثلاث أربع ساعات كان متنفس لي إني أطلع طاقتي، ما كانت كافية لي إني أنا أطلع كل طاقتي، إني أنا أطلع كل المجال اللي ممكن أنا أنجح فيه في هذا المجال. لما وصلت لمرحلة حسيت يا هذا يا هذا، وطبعاً هذا جزء من شخصيتي إن أنا أسعى وما أتعب وما أندم. يعني أنا اللي الطاقة اللي أحطها حتى لو ما جابت لي بفايدة الحين ما أندم عليها، يعني أقول أكيد في يوم من الأيام راح ترجع لي بفايدة. أول ما جاتني المكالمة من الجماعة من صندوق الأمل وتكلموا لي عن مشروع بيبان أو برنامج بيبان والفرصة هذه، أنا فعلاً وقتها كنت في السعودية، فكرت قلت أنا ليش رايحة برا الديرة وأدور على أحد يساعدني برا دي وأنا عندي المجال، أما أساساً هم اللي تواصلوا معي. فأنا حسيت لك يا في الوقت المناسب ويا بالسياق المناسب، وكأنه فعلاً أبواب قاعد تنفتح لي أنا حتى ما وصلت إني أنا أطرق عليها. يعني هذا كله عبارة عن رحلة تعليمية تضيف لنا وراح تخلينا يعني من مكاننا إلى الأحسن إن شاء الله.